السلام عليكم دكتور يعطيك العافيه. السلام ورحمة الله الله يعطيك العافية. دكتور كأنه اللوجين مرات بيعلق حتى لو حطيت الباسورد صح بيطلع انفاليد لوجين. اه في مشكلة بدكوت آه يعني اليوم حكيت وبعد هالمشكلة بتروح وبتيجي يعني. أنا يعني دكتور أنا, أنا ست... اليوم بالنسبة للكويز نفس الشيء صار معي. لا 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 الكويزات مستحيل آه يعني مستحيل. لا كنت بدي أدخل ره. على المنصة أنا. اه ونفس الاشي من امبارح بالليل انا عندي هيك اليوم تفتح انا امبارح بالله ظلتني احاول وباسوردات كلها يعني احكوا أحكو مع احمد كليب لانه هي يعني مش مشكلتي انا يعني بالنهايه هاي مشكله جامعه يعني انا علي احط لكوز في طلاب دخلوا وامتحنوا يعني كيف طالب بدخل وطالب ما بدخل ما بصيرش ما بصير دخلنا دخلنا بس انا دخلت وامتحنت بس ممكن لقدام يصير مشكله وتخرب علينا كوزات ثانيه يعني ما هاي بدكم تحكوا تحكوا فيها مع مركز التعلم عن بعد وال يعني الدكتور العميد المسؤول عنها والاستاذ الاستاذ العميد واحمد كليب يعني ممكن تحكوا معاه تشوفوا شو المشكله باعتقادي المشكله انحلت يعني كان في مشكله وانحلت يعني كان في مشكله وانحلت يعني فانا يعني ماليش ماليش اكسس على اي حاجه اللي اقدر اعمل لكم شيء لكن انا اتصلت مع اليوم مع الدكتور احمد كليب وني انه المشكله انحلت أه وقبل حتى ما يصير لك حلت من الصباح ف وفي ناس طلاب دخلوا وجاوبوا جايبين علامات كامله وفي طلاب جايبين اثنين طلاب جايبين اربعه طلاب جايبين سته أه يعني مشكل دليل على انه الامور طيبه ما في شيء مشاكل يعني بالدخول هي اشتغلت ولكن من اول فصل الصراحه المشكله كانت موجوده فخفت انه تظلها زي هيك او يعني. مش من اول الفصل هاي المشكله ظهرت امبارح بس اه, اه, اه المشكله اه انه ظل زي هيك بس قبل كان اه انه بزبطش مرتين وبيفتح مره اه هاي انا دخلت اه ماشي هاي نوع من السكيورتي بس لا اكثر ولا اقل اه و يعني عادي طبيعي عشان ما حدا يدخل على الاكاونت تاعك اه اه وصلتك الفكره؟ بس لا اكثر ولا اقل يعني طبيعي انه اول مره بجوز ما يدخلك كيش بجوز عمليه تشيكينج للفاليديشن تاعك انك انت فعلا صاحب هذا الاكونت ولا لا فيعني ما تتضايق منها هي سكيورتي عشان السكيورتي بريتشنج ما حدا يدخل على اكونتك لا اكثر ولا اقل فامور هاي من زمان امور طبيعيه هاي امور طبيعيه هاي امور بالسكيورتي لكن لا كان في مشكله امس انه ما رضيش يدخل نهائيا حتى رغم انه فاليد كان الباسورد وانحلت اليوم طيبهم. خلينا نرجع لموضوع دكتور بس نضيع المحاضره اذا في اي مشكله تك تكنيكال في مركز التعلم عن بعد بامكانكم تراجعوه والدكتور احمد كريم موجود هناك اي اي حاجه مع اي طالب بحلها او بتنحل المشكو... المشاكل كليات ما فيش اي مشكله يعني تبقى واذا آ... يعني راح عليك كويز فكوزات جايه بالطريق تقدر تعوض ما فيش عندك اي مشكله بسم دكتور الله دكتور اهلين بالله لا اذا اذا في شيء سيريس لانه المحاضره هاي سيريس ومهمه جدا للامتحان ما بديش اضيع اي فرصه فيها لانه بدي احاول انجز المطلوب مني تفضل دكتور كم استفسار سريع آه الاستفسارات خليها لاخر المحاضره معلش اذا في شيء طيب ماشي بس بعطيك ملاحظه دكتور بعطيك ملاحظه انا اسمي بعده بيطلع لي سامح حمر مش حسام الزعبي على الزوم حاولت احل المشكله كثير وبعدها المشكله هي هي يا زلمه مش مشكله شو بيطلع ايش بيطلع؟ بيطلع اسمي سامح سامح عمر الزعبي انا اسمي حسام عمر الزعبي بسيطه يا رجل مش مشكله ما افترقت بأول اول اسم خلص تقرضنا اياه اول اسم مش مشكله على الزوم ليش هذا انت لما البروفايل تاعك لما عملت الاكونت آه. على الزوم ارجع عدل البروفايل تاعك بجوز غلطان بالاسم مين اللي عمل لك دكتور حاولت عملت كل شيء شطبت الزوم ورجعته وعملت حذف البيانات وساويت وقمت وحطيته المشكله هي هي محاضرتك بس دكتور بعطيني سامي حمار. دكتور الاسماء بتختلف من محاضره ثانيه يعني انا اسمي بحطه بالانجليزي بيطلع هون بالعربي محاضره ثانيه بيطلع بس اسم الاول واسم العيله طيب محاضرات ثانيه آه رباعية قضية... يعني. مش قضيه كبيره يعني مش قضيه كبيره يعني انا عادة يعني كلياتكم معروفين وارقامكم كل الجامعيه موجوده وكل شيء موجود فمش قضيه مش قضيه ما تقلق يعني نحط رقم الجامعي دكتور على الشات خلص انا وصلتني مشكلتك في حدا عنده نفس المشكله مثلا؟ ما اذا ما فيش حدا ما فيش ما فيش مشكله خلص ما في زعبي حدا عدد الزعبي اللي حكى معي؟ نبلش بالزعبيه ما ظنيتش دكتور خلص الزعب الوحيد خلص the the the, the one زي ما بقولوا المختار ما فيش غريب يا مختار يا <applause> دكتور دكتور بس أكثر. نهايه المحاضره اذا في كم شغله بس بدي احكيها اذا اذا بصير ماشي عطفتك خلينا بس تايم السلايسنج لل لل للسترينجز احنا اخذناه المره الماضيه آه بس بدي انا آه انوه لبعض الحاجات آه واخذنا مثال على الباليندروم انك تعكس الاسم من اليسار لليمين واخذنا برضو انه هاو تو نو ذا تايب اوف اني كاركتر يعني الكاركتر آه اللي آه آه لما اخذنا ال-n n بتعني ايش؟ آه انه الكاركتر هذا ضمن الشريحة هاي كرر الان الكاركتر اول مره باخذ قيمه اتش، المره الثانيه باخذ قيمه اي في عندي فانكشن جاهز اسمه تايب، الفانكشن هذا شو بعطيك؟ بعطيك الكلاس، يعني هذا الكاركتر تابع لايش؟ عاده الشرائح الرمزيه كلها او السنجل كاركتر اللي هو الحرف الواحد كلياته الكلاس تاعته شو؟ STR ار، اختصار لايش؟ لسترينج، يعني الأوت بتاع هذا البرنامج شو راح يكون؟ الاتش بيعطيك كلس class الاي e بيعطيك الكلاس طبعا احنا جربناه ترى هذا جربناه مع بدايه الفصل لما اعطيتكم الداتا تايبس بس احنا بنرجع من هون بنكرره مره اخرى اذا التايب شو بعطيني كفانكشن بعطيك الكلاس تاعت الكاركتر هون بطبع الكاركتر بيطلع الكلاس طبعا الكلاس معناه آه انه بينتمي لاي فئه بينتمي لفئه السترينجز او الشرائح الرمزيه الاوبريشنز آه اخذناها وقلنا في عندنا الكونكاتينيشن وقلنا عمليه المقارنه كيف بتتم كل هذا احنا تجاوزناه سلايسنج بس خلينا نتذكر هون شغله مهمه جدا انه في عندي فانكشن ممكن تطبق على السترينجز والفانكشن باخذ string بعمل عليه العمليه وبرجع قيمه اذا عاده الفانكشن في له مدخلات وفي له اوتبوت اي فانكشن الان مثل فانكشن اللين اللين شو مدخلاته سترينج معين بحسب لك قديش طوله وبرجع لك الطول هذا بنسميه فانكشن بنسميه ايش فانكشن بالمقابل في عندنا شيء اخر بيشبه الفانكشن بنسميه ميثود الميثود لا بتغير على المحتوى مباشره تاع السترينج بالمكان اللي مذكوره فيه فقط لكن اذا طلعت من هذا المكان ما بصير يعني بيرجع السترينج كما هو الا اذا اسندته لنفس السترينج يعني لما تقول مثلا ماي سترينج ايكوال بايثون رولز لما تقول ماي سترينج دوت ابر معناها حول لي محتوى الماي سترينج للكابيتال بتصير بايثون رولز الاوتبوت اذا جيت طبعتها طبعا بدون جمله طباعه ما بتطلع معك لازم تحطها بجمله طباعه في ابر في لور كل هنا هذول شو بنسميهن ميثود الميثود عاده مش زي الفانكشن الفانكشن بتم استدعاؤه بالطريقه هاي بتحط الفانكشن بين قوسين بتعطيه اللي بدك اياه وهو برجع لك القيمه لكن الميثود لا الميثود عبارة عن الأوبجكت اللي بدك إياه دوت وبتحط على طول بطلع لك ليستا بكل الميثودز اللي يمكن تطبيقها على هذا الأوبجكت ومن ضمنها السترينج مثلا الفايند قلنا شو بساوي صفر واحد اثنين أول أوكيرانس للو... للأل بعطيك قديش الاندكس تاعها هاي فايند عملية سيرتشنج بحث بعطيك الاندكس مثلا ممكن تقول له أه تحط له ميثود مثل ابر وجربناها المره الماضيه بال بالمحاضره السابقه أه طبعا اللي يفترض انا رفعت لكم اياها ويفترض انكم حضرتوها اللي هو ماي سترينج دوت ابر بحولها لكابيتال لتر بعدين برد يبحث بيها بعد ما يحولها لكابيتال لتر عن حرف الاو طبعا اذا ما لقى برجع لك ماينس 1 ماينس 1 بتعني انه ما لقى طلبك مثلا هاي مثل مثال اخر ا اي اس تي ار هي هاد ذا بات اي اس تي ار دوت فايند تي بلس 1 بده يدور على تي وين اول occurrence للتي هيو قديش الاندكس تاعه 7 زائد 1 النتيجه شو رح ترجع يفترض 8 مزبوط ولا لا معي انت طبعا معك دكتور معك معك الفايند. الفايند الفايند ممكن ياخذ 1 باراميتر انك تبحث عن شغله وممكن ياخذ تو باراميتر، انك تبحث عن شغله ابتداء من موقع معين. فلما تقول له ASTR.FIND T من الموقع 8 معناه ببلش البحث من وين؟ من الموقع 8، هاي الموقع 8، و 8، 9، 10, 11، 12، 13، شو راح يرجع؟ راح يرجع 13 اللي هو موقع التي، بس منين بلش البحث؟ بلش البحث من الموقع 8، وصلت الفكره؟ كمان آه ممكن تقول له ابحث عن تي شوف هنا بسموها نيستينج ميثود ابحث عن تي من بعد اول تي بتلاقيها يعني راح ينفذ مين اول شيء خلينا نجرب هاي هاي عمليا امامكم عشان تشوفوا آه يعني شو بتق... شو المقصود فيها لا احنا بدنا طيب مش مشكله انا بكتبها من الصفر هاي كنترول ايه او خلينا نحتفظ بهذا سترينج بدنا نقول له هون اكس ايكوال اس دوت فايند شايفين فايند على طول ظهر لك شو بتاخذ فايند اكثر من بارامتر ممكن تاخذ بارامترز Uh, يعني 1 uh, باراميتر uh, ممكن تاخذ 3 باراميترز ستارت اند كمان ممكن تاخذ بدايه ونهايه وتبحث عن سبسترينج لكن احنا ممكن ناخذ هنا uh, uh, نقول له ابحث لنا مثلا عن uh, اللهم صل على سيدنا محمد uh, يرموك ابحث uh, لنا عن uh, um, شو في شيء متكرر اي المتكرر الاي اوكي اوكي كويس الاي تمام بدنا عشان يعني الكونسستنسي ال هاي فاصله ابحث عند آه, ما, عن اي بس رد كمان ابحث str.find dot find هذول برضو عن اي هم؟ تمام بلس 1 خلينا ننفذها ننفذها مع بعض يدويا قبل ما ننفذها عمليا. نيجي على الأقواس اللي جوا الفايند في كمان فايند نيجي على الأقواس الداخلية إذا أول اشي بتنفذ مين هو؟ نفذها تمام. أنا الاديتور المشكلة بيلون إذا لاحظوا أول اشي بتنفذ ال -str Find i الآن بيجي ببحث صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة الآن هاي شو نتيجتها هاي نعمل انوتيشن عشان تشوفوا الوضع بشكل أفضل هاي هاي شو نتيجتها هاي هاي شو نتيجتها هون عشرة صح ولا بس. لا الآن بدك تجمع لها شو واحد بتصير 11 بلس 1 شو صارت؟ 11 إذا هاي الجملة كلها هاي الجملة كلها شو صارت هون؟ شو صارت؟ صارت اس تي ار دوت فايند صح؟ خليني معلش بدي اكتب كتابة رسم مش مشكلة find بين قوسين اي تمام بعدين 11 مضبوط مش هيك تحولت معناه ابحث عن اي ابتداء من اي موقع من الموقع موقع معناه هاي 10 معناه, آه معناه بلش من وين من عند حرف ال 11 12 13 14 15 شو راح ترجع هاي شو راح ترجع يلا راح ترجع 15 15 والان 15 وين راح تتخزن اخر شيء بالاكس بالاكس مش هيك النتيجه اذا النتيجه اللي راح تطلع معنا شو لازم تطلع 15 لازم تطلع 15 خلينا نمسح الدروينج ونعمل رول للبرنامج نتاكد انه هذا الحل تاعنا صحيح ولا لا هاي رن خليني بس ارجع للماوس هاي هيك وهاي رن اه ما طبعناش الاكس مزبوط ولا لا اذا برنت خلينا نشوف برنت اكس تمام يلا خلينا نشوف النتيجة لازم تطلع معنا 15 هاي رن هاي النتيجة 15 شايفينها هاي النتيجة 15 فهمنا كيف النيستنج بتنفذ فهمنا يا شباب فهمنا. فهمنا, فهمنا طيب تمام نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا إذا هذا المقصود بالنيستنج ميثود إذا ميثود جوا ميثود الميثود تطبق على الكونتنت على محتوى المتغير أو محتوى الأوبجكت هذا بنسميه متغير وله اسم اخر كمان ممكن نسميه اوبجكت كائن يعني كائن في البرنامج لاحظوا هاي نفس الاشي برنت انا حطيت في اكس قبل شويه هون مرر هنا للبرنت مباشره وضحت الصوره يا شباب طيب آه مثلا بدي اعرف كل الميثودز اللي ممكن تطبق على آه السترينغ خلينا نرجع لبرنامجنا اللي كتبناه آه بدنا نرجع للبرنامج اوكي انا هذا ما بدي شيء طالع معي مش عارف طيب وين برنامجنا هاي البرنامج خليكم معي هسه هون انتبهوا كويس لما احط str. ار دوت شو بيطلع لي في شيء فورمات جوين split replace strip lower encode uh, start with find decode upper ends with restrip uh, هذول ياتن صحيح مكتوب قدامهن بعضهن مكتوب قدامهن function لانه الميثود الميثود زي شغل الفانكشن تماما ولكن بتاثر على الكونتنت على المحتوى مباشره مش بتودي السترينج الى كود بترجع قيمة لا على طول بتغير بتغير على محتوى المتغير على محتوى الأوبجكت فهذا لما أجي أقول له دوت لور أو دوت سبلت تمام بتأثر مباشرة لكن ما ما بصير يعني لا يتم الاحتفاظ بالتغيير إلا إذا أسندته لشغلة معينة فهون الفاين بتلاقي لك الاندكس تمام إذا حطيتها هيك لحالها راح ينفذها ولكن القيمة اللي ن... اللي نتجت وين راحت؟ وين تخزنت؟ يعني لو جينا هون يا شباب خليكم معي عشان تفهموا القصة أنا آسف. لو جينا عملنا هيك يعني وحطينا هاي خلينا نحط هاي كومنت هيك. أنت محيت إكس يساوي. أه ماني عارف أنا محيتها بالعمدن. أه أه. يعني حطيت هذا واقف لحاله. طيب, طيب نفذ ولقى 15 وين راحت ال 15 سؤالي لكم وين راحت لا هي موجوده مع جمله برنت ولا هي متخزنه في متغير معناته هو نفذ العمليه ولكن انا نتيجه العمليه ما احتفظت فيها ولا باي متغير مزبوط ولا لا مزبوط لذلك يا اما باجي بحط هاي الجمله كلها هاي كلها شايفينها باجي بشيلها ها كنترول اكس بحطها هون مكان الاكس هاي هاي كنترول في خلص هيك بصير او اني شو بسوي؟ النتيجه تاعتها بغير بخزنها متغير مثل اكس وبطبع اكس فرقت بس بدون ما امرر ناتج العمليه هاي كلها بعد ما تتنفذ راح يمر لجمله البرنت عشان تطبعه او ناتجها راح يتخزن في الاكس زي ما كنا عاملين هاي شوفوا النتيجه نفس العمليه او انه باجي هون بقول له اندو وباجي هون بحط اه اكس ايكوال او او خلينا نعمل كمان اندو معلش هاي اندو وهاي كمان اندو اوكي وباجي هون بحط اكس equal هيك راح الخطا هاي او هاي الثنتين صحيحات بس لما تنفذ عمليه او ميثود الناتج الميثود او تاثير الميثود يحتفظ فيه بقيمه معينه او انك اذا تغيرت على الكونتنت وبدك فعلا تغير على السترينج لازم تخزنه بنفس السترينج عشان القيمه الجديده تلغي القديمه. واضحه الامور؟ طيب السؤال الثاني كيف اعرف مجموعه الميثودز اللي ممكن استخدمها؟ كثير في من الميثودز جوين سبريت وكل واحد بتشتغل شغل معين على السترينج. طيب خلينا نرجع بوينت ونشوف شو العمليات اللي مطلوبه مننا على الاقل نعرفها. آه في عندي زي ما كميه كبيره من الميثودز اللي ممكن تطبق على السترينج آه من هنا اخذناهن مثل lower، upper، آه, is the space في منهن بعطيك true, false في منك بعطيك آه 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 ممكن يغير يعطيك مثلا طول ممكن بعضهم يعطيك يقسم لك السترينج الى اخره فشوفوا هذول اللي منكم بالاصفر تحت الكابيتالايز دوت كابيتالايز شو بتساوي الكابيتالايز بدايه كل كلمه بتعملها ايش بتعملها كابيتال الكاونت بيعد لك عدد الاحرف ends with ينتهي ب start with يبدا بي find جد نفذناها قبل شوي is digit هل هو ارقام is numeric هل هو آآ آآ عددي لن فانكشن بعطيك الطول لور بعطيك بحوله لسمول لتر وابر بحوله لكابيتال لتر طيب خلينا ناخذ امثله هاي الامثله قدامك شوف الكابيتالايز لو اجينا قلنا اس بتساوي هادي جو تو ذا سيتي هادي جو تو ذا سيتي لما اقول له كابيتالايز اول حرف من هال هالجمله هاي كل شو بعطيني اياه كابيتال وصلت شو يعني كابيتالايز يعني ابدا بكابيتال لتر حول اول حرف الى كابيتال لتر اثنين الكاونت الان لما اجي اقول له برنت اس دوت كاونت لتي طيب اكمل تي موجود عندي هون واحد اثنين ثلاث بعد لي قديش عدد الـ التيز اللي موجودات في السترينج اللي هو اس النتيجه شو هي النتيجه ثلاث وصلت الفكره يا شباب هذا الحكي بتقدر تنفذه بسهوله امامك على الايديتور يعني ما في اي مشاكل ends with و start with مهمات برضو هل ينتهي بي او يبدا بي مثلا هادي go to the city ماشي نفس العباره برنت اس ends with تي النتيجة هنا مش رقم ولا سترينج جديد ببدأ بكابيتال لتر يا بعطيك ترو يا بعطيك فولس هل الجملة هاي تنتهي بتي؟ جاوبوني انتو لا إذا النتيجة شو بدها تكون؟ فولس ends with ty طلعوا على نهاية الجملة ty مظبوط إذا ترو ends with t capital y لا تي كابيتال والغير غير تي سمول واي اذا فولس اس دوت اندز وذ هل ينتهي بسي اي فولس لا لا ينتهي بسي اي معايا شباب معك دكتور معك دكتور آه. آه. الواضحه اندز وذ الميثود ends with معناها ينتهي ب ونتيجتها اما ترو واما فولس كمان از digit نفس العمليه شوفوا كيف اي شيء <applause> محصور بين حاصرتين علويات احنا قلنا عنه شو انه عنه عباره عن شريحه رمزيه لا يمكن يتعامل معامله الارقام ولكن ممكن انا اجي اسال هل هذه الشريحه الرمزيه هي بيور نقيه هي عباره عن ارقام محصوره بين حاصرتين علويات باستخدام الاس لما اقول له اس بتساوي 538 بس محصوره بين حاصرتين علويات هل اس از ديجيت. رجع لي الميثود شو بترجع؟ ترو اذا كان اللي محصور بين حاصرتين علويات ارقام صحيحه بدون اي شوائب اخرى يعني هون رجع لك فولس ليش؟ لانه في فاصلة عشرية. ما بتعرف على ارقام عشرية ولا مش عشرية، لا. بتعرف على انه ارقام فقط اللي موجودة. لا بدنا نقاط ولا بدنا اي اشارات اخرى. فاذا كانت ارقام فقط ها بعطيك ترو اذا كان في اي شيء اخر مثل النقطه هاي ها بعتبرها فولس مش ديجيت مش ارقام اوكي از بس آه دكتور التايب تبع الاس راح يكون سترينج آه صح اه string طبعا اه الإز ديجيت عباره عن ميثود بتفحص آه. الـ contents محتوى السترينج هذا هل محتواه ارقام فقط م. طبعا لا تدخل بالعمليات الحسابيه هي عباره عن عباره عن سترينج تمام بس هو هذا الميثود شو بيسوي بفحص هل هاي ارقام اللي عندك ولا لا اذا ارقام بقول لك ترو اذا مش ارقام بقول لك فولس بس هاي النتيجه اللي بيرجعها تمام تمام نفس الشيء از نمرك از هل طبعا هنا بفحص ارقام ولا مش ارقام هون بفحص انه عددي ولا مش عددي فهون هاي لانه في فاصله رجع فولس هون فعلا هذا عددي عددي ان general ها رجع ترو تمام شبيهه شويه بالإزديجت ولكن لها معنى مختلف شويه هسه راح نشوف خلينا إن إن نرجع للبايثون هون ومثلا ونقول له

يو um, الآن بدي أقول له F F Y then print uh, yes <applause> تمام مين بقول لي هذول شو نتيجتهن؟ ريز يور هاند ارفع يدك آه داليا اه دكتور مش رح يطبع شيء لانه غلط اصلا ليش؟ لانه ما بلشت بالواي لازم انه هاي انه غلط انه اف واي لازم تكون ترو مشان يعني يطبع برنت يس yes. طب بدي منك شوي شوي هن جمله جمله هاي الجمله هاي م. شو معناها انه السترينج اذا بلش بالحرف هذا آه. راح يطبع يس yes. لا احنا ما بدنا يطبع اه, آه انا آه بس إنه... الميثود آه. الميثود اسمها ستارت وذ راح تتنفذ على محتوى السترينج اللي هو str ار تمام لازم نحط str تمام كابيتال لانه كابيتال كاتبينه فوق الان كاني بقول هل الستي ار يبدا بالحرف يو النتيجه شو فولس صح فولس اه قيمه قيمه واي اللي راح تتخزن شو معناته فولس مزبوط خلينا ننفذها هاي لحالها هاي لحالها ران سلكشن خلص نفذها مزبوط نفذها هي هون على الكونسول اذا بتلاحظوا هون اه لو قلنا له برنت واي شو لازم تكون نتيجة واي هسه هون؟ فولس فولس مضبوط؟ الآن بيجي على الإف ستيتمنت بسأل إف واي شو يعني إف واي لحالها هيك؟ بدناش ننسى الإف ستيتمنت شو يعني إف واي؟ إف واي يعني إذا واي إذا, إذا ترو إذا ترو وهل واي ترو؟ لا معناته هل راح يتنفذ لا راح يطلع. يطلع مباشرة ما فيش عندي إلس إذا راح يجي على الجملة هون ما فيش جملة خلص بوقف البرنامج بدون ما يطبع ولا أي حاجة مظبوط إذا شو النتيجة اللي راح تنطبع ولا أي شيء هاي رن طبعا ناهيك عن هذا هذا يعني اوريدي راح يطبع لك الفاين 15 15 15 وخلص طيب لو قلنا له هون بدل واي قلنا له واي سمول نفس الشيء اه شو رايكو الاغلبيه الصامته نفس الشيء اه يا مين هذول اللي رافعين أديهم آه محمد ابو شريعه نفس الشيء راح يعطي ما راح يعطي فرح شو رايك بتقولي نفس الشيء اه طيب معناته هايرا خلينا نتاكد انه حكيكم صحيح والله نفس الشيء طيب لو جينا حطينا هيك واي كابيتال يس yes, راح يطبع اوكي okay, راح يطبع 15 ويس طيب والله لو حطينا هيك واي اي آه. ما راح يطبع شيء لا لا ما راح يطبع شيء اذا مش راح يطبع شيء اذا فهمتوا اللعبه اه م. وقيس عليها م. قيس عليها برضو كمان اندز نفس العمليه تمام يا شباب اذا بالنسبه لكم صارت الاندز واضحه الامور تمام خلينا نرجع لهون بالله نحط لنا كمان شغله ثانيه نقول له هون اس مثلا 2 تمام وجينا هون قلنا له اف اس dot digit then uh, print it is a number دكتور مش is digit اوكي okay, نعم is نعم الميثود اسمها is digit صحيح إن قلنا له else برنت it is not a number تمام شو عملنا هون حطينا آه رقم تمام آه وقلنا خلينا نقول شو النتيجه اللي راح تطلع شو رايكم It's نمبر. number. Why it is a number? طيب هاي ران it is a number. طيب الله لو حطينا هون شغلة بسيطة هيك مثل فاصلة. هاي ران. It is not a number. إحنا نفذنا. والله it is a number. دكتور لو حطينا كوما مش دوت. آه بس. يعني كوما زي هيك. أيوة. معقول. غريب غريبة أنا مستغرب زي زيكو بس على كل حال طب لو حطينا مثلا سيمي كولون يعني معقول الفانكتواشن it is a number مش معقول طيب خلينا نعمل رن للسلكشن مرة ثانية هاي ها نفذه مرة ثانية it is a number غير موقع الفاصل دكتور. العشرية دكتور دكتور متوقع ممكن از ديجيت لازم يكون رقم بعدها ما بتزبطش انه زي اف يعني ما يعني مثلا اذا بدك تحطها ما بتزبطش تحطها باف انه يعني اذا هاي ترو برنت يعني لازم انت تحطها لحالها هيك اس تي ار از ديجيت وتحط الرقم مش عارف يعني انت قصدك احط قصدي انه يعني بدون الاف مش زي المثال الماضي مثلا انه اند زود وستارت ويز يعني ممكن لحال مش زيهم يعني هاي لازم يكون بعدها رقم بالاقواس النتيجه النتيجه تاعتها ترو اور فولس يعني ترو اور فولس هاي ترو اور فولس تمام يعني لو جينا عملنا هيك خليك معي لو قلنا دبليو لو قلنا الريزلت ها ايكوال هاي هيك خلينا نشيل هذا كلياته كنترول اكس ونحطه هون شوف فرقت وهاي حطينا هون بدالها شو ار فرقت شيء؟ ما فرقت نفس الشيء تمام بس هنا يعني شغله تنظيميه هاي النتيجه تيز نمبر اوكي لو حطينا دوت خلينا نشوف بجوز يكون كلامك صحيح تيز نمبر نفس الشيء اذا يعني بدنا ننتبه يعني انه لو حطينا اقواس وحطينا نفس الرقم حطينا مره ثانيه بعد لا بدي بدي انا اغير الدبل كيتيشن لسينجل كيتيشن معلش ها single <متطق> quotation بدل double quotation هاي single quotation وخليني احذف هذا هيك واشوف النتيجه بالله نفس الشيء it نمبر <تعرض> دكتور لو احط اقواس بعد الاز digit كيف اق اه هاي آه. نسيتها هاي اللي نسيتها انا عشان هيك آه. نفذها اول مره واحتفظ بالقيمه الاخيره آه الباراميترز صحيح كلامكم خلينا نجرب يلا الله بسم الله نمبر صحيح هاي الاقواس مهمه جدا جدا لانه هاي الباراميترز آه يعني يعني لا تعتبر ميثود بدون اقواس فهو اخذها على اساس انها ايش اخذ نفذها اول مره وخلص احتفظ بالقيمه ما رجع ينفذها مره ثانيه فهون يعني خلينا نرجع كمان مره نشيل كلامكم صحيح 100% اتز ا نمبر اوكي فشكرا على ملاحظتك لانه انا يعني من السرعه بكتب قاعد على اساس الاحق آه اعطيك كل الاشياء اللي ممكن يعني يكون فيها فنسيت الاقواس كلياتها طيب مش مشكله وين رحتوا فيه انتوا هسه بدي ارجع ل Uh, بدنا ال is numeric بدنا نعرف ال is numeric شو شو الفرق يعني uh, الفرق مش كثير uh, خلينا بالله نستخدم is دوت خلينا نأشر على is numeric موجودة is as digit بس as numeric ما فيش is numeric اهاي uh, as uh, numeric function باعتقادي as numeric it is true if there are only numeric characters in us false otherwise numeric uh, characters شو هن النumeric characters الأرقام

One. Light show of fake. F1. Uh, control X. On the media. Control V. دكتور أتوقع واحد اثنين للعشرة بعدين بلش A B C D E F آه كيف آه لا احنا بدنا نشوف بس الفرق يعني هاي الميثود بدها تجريب يعني وأفضل طريقة بس أنا أشوف هون آه. what is the difference أنا بالنسبة لي يعني مش مش مهتم كثير في هذا الموضوع ولكن between آه Uh, is digit and is numeric in Python على طول طلع لك على طول ترى بيطلع لك uh, what is the difference between str and, and, and numeric okay. طيب شوفوا is digit is numeric is decimal كمان عشري عشري معروف الأرقام العشرية من صفر لتسعة is digit إنه رقم is numeric أيوة. Uh, it's almost about Unicode classifications. Here's some examples to show the description. خليني أكبر لكم الصورة شوية. Uh, مثلاً. Is decimal is the j, attribute get attribute as attributes. طيب لا بدناش هيك. دكتور اتوقع انتجرز والفلوت والكومبلكس هذول الثلاث النيومريكس هذول نيومريك اه هذول عددي از ديجيت انه رقم ولا مش رقم بالضبط ديسيمال انه رقم عشري من صفر لغايه تسعه اي ارقام من صفر لغايه تسعه مش باينري او مش هيكسا تمام على العموم بامكانكم تشوفوا يعني هاي حاط لنا اكزامبل هون آه مثلا 0 3 8 is numeric true is digit true is decimal true 0 uh, um, فراغ 3 فراغ 8 برضو كمان الفراغ اعتبره numeric واعتبره digit واعتبره decimal uh, مثلا هون شوفوا هون uh, ارقام هاي تقريبا uh, زي uh, صفر uh, على ثلاث أو واحد على ثمانية وأربعة على خمسة بتيجي كاركتر موجودة جاهزة أو الأرقام اللي بتيجي آه آه خلينا نقول آه مثل اللي بتيجي بدائرة أو بتيجي أرقام رومانية إز نمرك معتبرها هون ترو تمام هاي أرقام صينية معتبرها كمان ترو تمام فهذا شوية آه فزي تمام وانا معطيك حتى بالهندي وبالعربي وبالصيني وكل الارقام فانت خليك على الاز ديجيت يعني الاز ديجيت هي اللي مطلوبه الاز نمرك بتعني اي شيء حقل في عددي لكن مثلا الاي بي سي 38.0 ناقص 38 اللي فيه سوالب زي هيك وفواصل معتبره فولس مش مش نمرك ولا حتى ديجت ولا حتى ديسيمال الديجيت خلص معروف انه ارقام تمام والديسيمال فقط الارقام العشريه من صفر لتسعه طيب نرجع لموضوعنا آه الله اللهم صل على سيدنا محمد آه شو ظل عندنا شو ظل اشياء آه بتكون بدكم تعرفوها ends with then is numeric الكاونت الكابيتالايز اذا تقريبا كلهن غطيناهن آه بامكانك انت تستزيد يعني في عندك آه اللهم صل على سيدنا محمد آه، اماكن كثير مثل بروجرام زد دوت كوم للبايثون بروجرامينج تروح تقرا عن الإزنومري كذا بتحب او تستزيد آه، في اي مكان في توتوريالز او تجرب انت بنفسك على البرنامج دكتور انا جربت هسه بيطلع لي فولس حتى على نعم اي شيء بكتبه ما عدا ما عدا الارقام اه يعني مثلا كتب 3.3 3.3 بيطلع لي فولس. كله فولس، نعم فولس. هذا كله فولس، الأرقام الفاصلة العشرية ما بتقبلها. الباقي م. الأشياء اللي هو تكون أرقام صحيحة ما فيش فيها شوائب از نمبرك واز ديجيتال بتعطيك نفس النتيجة. تمام؟ آه أنا هذا الايتريشن آه مش جديد، أنا اشتغلت معكم فيه، إنه أنت تاخذ كاركتر باي كاركتر وتنفذ على دوران يعني بالمحاضرات السابقة. آه برضو كمان آه بدي آه آه نأخذ الانوميريشن الانوميريشن مهم جدا يا شباب الانوميريشن شو بتساوي آه انك انت تأخذ الاندكس والقيمة بنفس الوقت. آه الوقت مثلا خليني اعطيكم مثلا المثال هذا او نأخذ مثال ثاني مش مشكلة

بدي اقول له فور اي دي اكس كوما كار ان انومريت اوف ماي اس تي ار ليش هاي الانومريت حطيتها؟ معناه هاي الانومريت حطيتها معناه لما تاخذ الكاركترز من السترينج مش بس تاخذ الكاركتر بدي تاخذ الكاركتر وتاخذ كمان الاندكس تاعه يعني بيجي باخذ الدبليو -W والدبليو -W شو رقمها شو رقمها صفر صح بيخزن الصفر وين بالاندكس صفر دبليو اللف الثاني شو باخذ اه اللف الثاني شو باخذ واحد اي تمام اجيت هون بدي اقول له برنت تبو شو بدي اطبع الاي دي اكس فاصلة ااا أه هنحط هنا سلاش تي فاصلة كار بس للتاكد من ال ان انومريت انومريت غلط انوميريت Enumerate في اي Enumerate مضبوط هيها اوكي هيك صار البرنامج تاعنا صحيح انتبهوا مرة ثانية ليش استخدمت جملة Enumerate شو بتعني جملة Enumerate مرة ثانية تعني انه الماي سترينج لما تاخذه ما بدي تاخذ فقط الحرف حرف لا بدي تاخذ الحرف ورقمه مع بعض تمام فلما بقول له انه مريت بيجي باخذ الدبليو الدبليو قديش رقمها صفر بخزن الصفر وين بالاي دي اكس وبخزن الدبليو وين بالكاركتر الاي دي اكس والكاركتر هذول انت اسماء بتحط ان عندك لكن الانومريت هي النمط التعدادي يعني بمعنى اني انا بدي اعد وبالتالي اعطيني الارقام واطبع لي اياهم هاي شوفوا النتيجه صفر دبليو واحد اي اثنين ال ثلاثه سي وصلت الفكره يا شباب وصلت شو يعني الإنومريت الإنومريت معناه أثناء دورانك حول الكاركترز اللي في السترينج بدي أحتفظ مش بس بالسترينج أو بالكاركتر بدي أحتفظ بترتيبه بدي أحتفظ في إيش في ترتيبه فهنا بإمكانك تحتفظ بترتيبه بالـ إكس وتحتفظ وين بالكاركتر طبعاً أنا هون طبعتهم في واحد ثاني ممكن ما بدوش يطبع ممكن بدي يعمل عملية معينة بده يسأل إف كاركتر الـــ equal, equal مثلاً uh, t تمام، then print print uh, uh, مثلاً the index equal slash t فاصلة، uh, إيش شو أطبع؟ مين بقولي؟ idx، بس. مين بقول لي النتيجة الطباعة هاي شو رح تطلع؟ يلا مالكو اه يا رافع رفيده شو نتيجه الطباعه هون الموضوع بسيط ترى مش في حاجه انك هون الاندكس مش حطيت 1 وان اند فاريبل 2 فاريبل فاريبل بده يمسك الاندكس وفاريبل بده يمسك الكاركتر نفسه هذا لا يتحقق بدون وجود كلمه enumerate وصلت الفكره يا شباب شو نتيجة هاي هذا البرنامج اللي موجود أمامكم يلا وين الزلم سامعيني سامعينك دكتور توقع ثمانية صفر واحد دكتور والله إذا بتسمع السؤال أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مين اللي حكى مشير مشير الله يعطيك العافية ممتاز تفضل اللي بده يسأل تفضل اللي بده يسأل يا شباب مين قال بدي دكتور تعيد سؤالك كنت بدي اه طيب مش مشكله بعيد السؤال لاحظوا هذا سترينج خزننا فيه ويلكم تو جوردن الان لما بقول له احنا متعودين نحط فور متغير ان كذا او فور ان رينج كذا مزبوط ولا لا لكن هون مع وجود كلمه الانومريت اتاحت لي ميزه حلوه كثير انه انت بدل ما تقرا كاركتر كاركتر لا بامكانك تقرا الكاركتر مع ترتيبه مع الاندكس تاعه فانت بدك تحط متغيرين متغير بده يحمل الاندكس ومتغير بده يحمل ايش نفسه انا حطيت اي دي اكس انت حط من عندك اي اسم بدك اياه اكس واي زي ما بدك الاي دي اكس راح يحمل رقم فلما يمر على دبليو دبليو راح تتخزن في الكار ورقمها راح يتخزن وين في الاندكس لان انا هون جوا الدوران بسل اذا كان الكاركتر اللي قراته هو تي اطبع الاندكس تاعه مشير طبعا عرف انه راح يضل يلف عليهن كلياتهن مش راح يلاقي الا تي واحدة ورقمها 8 هاي رن الاندكس قد طبع 8 طيب لو جينا وصلتك الفكره اللي سالت السؤال تمام دكتور جينا غيرنا تي هاي لاو لا ارفع ايدك والله، شو راح تكون نتيجة الطباعة؟ لا، ما بديش مشير. بدنا آآ آآ شو راح تكون نتيجة الطباعة؟ بدي غريب مشير. اللي بيشاركوا أنا بعرفهم ترى، بس بدي من الأغلبية الصامتة. حرك مخك يا أخي. وديال انت شاركتي كمان. وين عبد الله العتوم؟ سامعني يا عبد الله؟ موجود دكتورة. طيب آه شو رايك دكتور؟ اه 4 آه. و12 آه. وفي كمان واحد صح؟ أه صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي أربعة كويس بعدين راح يكمل ما هو راح يكمل تسعة تسعة في أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أو تسعة تسعة تسعة, تسعة. عشرة إحداش إثناش أبا أبا إجابتك أوكي صحيحة بس لازم تنتبه إنه كل الاوز راح يمر عليه لأنه دوران مزبوط ولا لا يا شباب مش راح ينتهي إلا تخلص السترين كلياته عندك أربعة 9 12 وصلت الفكره يا شباب وصلت ماشت. تمام وصلت دكتور دكتور, ممتاز. دكتور. ممتاز. 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 احنا لا. كمان شوي عندنا محاضره فخلينا ناخذ بس كم دقيقه نتناقش معك فيهم لو سمحت يعني طيب معناته بترك السبلت عليكم السبلت عليكم السبلت شو بتسوي function will take a string and break it into multiple new strings parts depending on the argument character بتاخذ ال string وبتقسم لك إياه مثلا إذا إذا ما حطيتش على ايش بدك تقسمه بتقسم لك إياه وبتحط تخزن لك كل جزء كل جزء بروح لمتغير بتقدر مثلا تاخذ الاسم مثلا مهم هذا الفانكشن سامي هادي الحسن مثلا first فاصل middle فاصل last equal name dot split بروح بيقسم لك هذا الاسم بناء على السبيس سامي بتتخزن بفيرست وهادي بتتخزن بالميدل والحسن بتتخزن باللاست بدك تنتبه لي له تمام آه طيب اللور كيس والابر كيس طيب بس عشان ما اغفلش اشي ايوه بدكم تراجعوا لي بس السبلت والبالندروم انا اعطيتكم اياه والباقي عباره عن امثله دكتور امتحاننا وين راح يكون هون؟ للسلايد 48 صح؟ لصف ل 48 للسلايد 48 بس الميثودز هاي آه كلياتها داخله لانها موجوده هون في السلايد هذا تمام؟ تمام يعني أنا اللي تحت, تحت مش داخل آه, ماج... اه طلوا علي انت اللي تحت شو اللي اعطيتك اياه؟ ما كنت بعطيك اياه اصلا يعني ما في شيء جديد الانومريت بس اللي مش داخله السبلت آه موجوده من ضمن الميثودز اللي مطلوبه منك هيها موجوده هون من العشرة مش موجودة طيب على العموم يا أخي لو قريتها ما, ما ما بضرش عليك احتياطا احتياطا بجوز تجيك احتياطا يعني بقول لك احتياطا ما دام السلايد 48 مش راح يجيك بعد سلايد 48 بس الايتريشن انا كنت مسبقا معطيكم كيف تتحركوا في السترينج فما فيش شيء مش من اللي اعطيته شرحته مش مطلوب الان سلايد 50 او مش بدي اقول سلايد 50 لانه يعني خلينا نقول الانوميريت بالذات السبلت بجوز ما تكونش داخله فقط لا غير يعني وهذول اعتبرهن زياده منك شرح اقراهن شو بدهن شو بدهن يكلفنك كل ما هنالك بتحط على السبايدر بتجرب وبتشوف النتيجه بتخزن مخك شو اللي راح يطلع وصلت الصوره؟ وصلت وصلت دراستك على الماده تاخذش منك ساعه دراستك على الماده تجريب فقط على السبايدر حفظ ما فيش كل المسألة فهم فهم. ماشي يا شباب؟ أرجو إنك ما تحفظ ولا أي حاجة، افهم لي، افهم. وطبعاً لما بدك تفهم بدك تعرف كيف تستخدم اللغة. تمام؟ يعني مش إنك تفهم أه والله خلص صاين طلعت نتيجة والسلام، لا. كيف شو اللي صار؟ اللي صار عد مثلاً من واحد كذا، الإندكس منين ببلش؟ في أشياء دقيقة بدي أنتبه لها وخصوصاً لما بدي أجاوب السؤال. تفضلي اللي بدها تناقش معنا خمس دقائق دكتور بصير احكي لك شيء تفضلي هلا بالكويز كان في اسئله انه نيستاد فور يعني فور جوا فور اه طبعا فإنه انه بالمره ما بلحق انا اتبعهم بدقيقتين فيعني كثير انلحقت بالوقت لا. وصراحه اخر شيء صرت اشير يعني لا آه بدك تلحقي بدقيقتين تلحق. تلحق. وتكوني ممارسه اللغه بشكل كويس والنيستد لوبس اللي اعطيتهم فيري فيري سمبل اول لفتين بعدين بتعرفي الحاره لحالك يعني اول يعني ما دكتور, دكتور هاي الاسئله كانت كلياتها تتبع انت حاط لنا وقت بس 10 دقائق احنا ما عندنا صعب, يعني. آه يعني صعب صراحه يعني اه يعني انا صراحه كان فوق مستواي كثير أنا طبعا مش سامع شيء لأنه كل واحد قاعد بترد على الثانية بس أنا بدي أقول لكم شغلة أنا متعمد أحط دقيقتين لكل سؤال والدقيقتين مور ذان إنف بالنسبة لكم الآن أنتم قاطعين لمرحلة يفترض أنه كل واحد بتدرب بالبيت وقادر على أنه كود مكون من خمس أسطر يأخذ منه أقل من دقيقتين ليش؟ لأني أنا بدي أدربك على الامتحان بدك تنتبه بالامتحان في شيء اسمه تقول والله دقيقتين مش كافي الامتحان خمسين دقيقة بعشرين سؤال معناته كل سؤال قديش بيطلع له اه دقيقتين وشي دقيقتين وشي تقريبا دقيقتين ونص انا اعطيتك اسئله تقريبا بدي اقول تقريبا قريبه من مستوى الامتحان ولكن ضعفت لك الزمن عشان تزيد سرعتك عشان بدي اياك اسرع عشان هيك الكويز كان له اهميه كبيره تطور نفسك وتشوف تكنيكس اللي تسرع من عمليه التتبع يا دكتور مستوى الامتحان نفس مستوى الكويز ولا لسه بده سرعه اكثر بجوز يكون اسهل اسهل ان شاء الله دكتور كم سؤال الامتحان 20 آه سؤال وان او ولا بقدر اروح بين سؤال آه لا وان وي زي الكويز في شيء تسترجع شي لورا لانه 30 دقيقه معنا نص ساعه لا معك لا 50 50 دقيقه معك 50 دقيقه يعني بيطلع لك وقت كافي وفي اسئله بتكون سريعه، في اسئله بدها بتحتاج الى شغل فاحنا بدنا نتعامل بالسرعه وبدنا نكون فاهمين، اذا كنا فاهمين اذا كنا فاهمين ها اذا كنا فاهمين ترى التتبع بعض الاحيان اول لفه لفتين بالدوران بتعرف شو قاعد بيسوي الدوران يعني بجوز ما, <تمام>؟ ما تحتاج تكمل تمام؟ بجوز ما تحتاج تكمل وفي ناس لا بظل مكمل لاخر لحظه بعدين الدوران مش راح اجيب لك تظلك تلف للمية يعني اقصى حد قديش بدي اجيب لك خمسة عشرة بس يعني حتى عشرة هاي يعني بعيدة لكن بدك تكون فاهم كيف بدك تلف شو بدك تشتغل شو اللي بصير معك كل لفة احنا بدنا يعني والله كفاني الوقت ولما كفاني فيش لك وقت زيادة انت بدك تتكيف مع الوقت مش الوقت يتكيف معك طب ما هو لا دكتور لا. احنا لساتنا مش متمكنين من الماده انت بدك ترايق هذا الشيء احنا اول مره بناخذها لا. لا. لا لا ليش مش متمكن من الماده؟ ليش؟ انت شو بتسوي؟ لا دكتور احنا هون الاغلب ما حدش فينا متمكن من الماده 100% او حتى لا. 50% لا دكتور يعني لو تخليها مثلا أنا... كمان يوم تعطينا مجال يوم جمعه مثلا او سبت بكون افضل شوي اول مره, مرة بناخذ لو اذا سمحتوا لي الامتحان دكتور انت ما بيهمك العلامات بيهمك انه تكون فاهمين الماده اذا سمحتوا لي الامتحان موحد لكل الشعب وأنا مش المنسق هاي نقطة ثانية لذلك المادة موجودة بين أديكو والمادة مشروحة إلكو واليوتيوبات موجودة وعلى فكرة حتى لو إنك ما درستش على المادة نهائيا بالفترة الماضية كلياتها جلست من اللحظة هاي اللي بنهي فيها أنا المحاضرة معك الآن ومسكت الفيديوهات وكلهن منظمات عندك علي لأنك حضرت واحد واحد انا اي ام انك آه راح تنجح وتجيب علامه ممتازه. يعني دكتور ما بدنا علامه نكون يعني نكون متغلغل بالماده افهمها كويس. هذا برجع يعني لك. افهمها براحتي ما بدي اضغط نفسي من يعني لوقت لو الامتحان اظني ادرس اذا سمحت لي هذا برجع لك وما بت... والان هذا ما بتكمله بزياده يوم او يومين هذا من بدايه الفصل بدك تكون متابع على اليوتيوب متابع على الاي ليرنينج متابع الشيء اللي بشرحه متابع الاساينمنت متابع الكويزات الاساينمنت اعطيتكم ما هو دكتور أعطيتكو. يعني احنا ما عندناش هاي الماده لحالها احنا عندنا ثلاث اربع مواد فوقيها آه ودكتور انا درست كل شيء يعني انا كنت معك بالمحاضرات واحضر على اليوتيوب وعلى نعم. الزوم واحل كل شيء والاساينمنت حليته طيب. بس انه كان الامتحان الكويز يعني صراحه ما عرفت احله الكويز هو تجربه ولا لحقت تجربه لك انا متعمد اني احط دقيقتين ودقيقتين شارب في اساينمنت آه مور ذان انف نعم في اساينمنت معطينا اساينمنت لا عن زمان اساينمنت القديمه والكويز الكتاب آه أيوه. أيوه. مفتوح يقع... اللي يعطى معلش والله اذا سمحتوا لي لانه انا آه... الجدال هذا ما بحبهوش لانه جدال شوفوا لو جدال أنا... لا لا مش مش عنك انا بش... بشكل عام لو اني بالمحاضره وأمامكم وجه لوجه أه الكلام هذا ما بقبله لانه لانه انا الان قاعدين يعني احنا بنشتغل بظرف استثنائي فانت بدك تكون كمان تساعدني وتساعد نفسك انا لما مش معاك بالبيت اعرف انك انت بتطبق ولا ما بتطبق ولا بتشتغل انت لازم تشتغل انت لازم تشتغل القاعده اللي بكررها كل سلايد براكتس اند براكتس اند براكتس انا قايل لكم ومن اول محاضرة بالفصل وبرجع بعيدها للمليون انا عبارة عن حلقة أخيرة بالنسبة لك مش حلقة أولى والمحاضرة هي عامل مساعد لك الاعتماد 50% علي وعلى المحاضرة 50% عليك لأنه أنت بدك تطور مهاراتك البرمجة مهارة البرمجة مهارة ما راح أقدر أخلق لك إياها أنا لا أنت بدك تخلقها لنفسك ليش؟ على اساس انك انت الموجود، انت اللي بتمتلك لبس تشتغل عليه انا قاعد بشتغل امامك وبتحاور معاك، هذا اللي بقدر عليه. That's I what I can do. الان التقييم اللي قيمتك اياه عشان اشجعك اعطيك موتيفيشن اكثر تضغط على نفسك عشان الامتحان. مش انا بدي احبطك، الكويز هذا حين اللزوم انا بلغيه، من بكره الصبح بشطبه، اذا بتهمك العلامه، انت بتقول لي ما العلامه، لا انا بدي تعرف كيف انه راح يجيك امتحانات وإذا احنا امتحناك 20 سؤال ب 50 دقيقة رح تطلع برا للسوق يعطوك 50 سؤال ب 50 دقيقة أو ب 40 دقيقة لازم تعرف هذا الكلام أنتو أنتو لغاية الآن بدكو أعطيكو على كيفكم لا مش راح أعطيكو على كيفكو لا دكتور مش هيك بس يعني لو كانت تجربة مش أنه كويز أو شيء محسوب من المادة يا أخوي الكويز هذا لاحقا إذا طلع عندك شو اضعف شيء عندك انا راح اشطبه راح احسب لك اعلى واحسن شيء بتجيبه ماشي يعني راح اعمل لك اساينمنتس وراح اعمل لك كويزات شو احسن شيء عندك بحيث يحقق احلى علامه لك راح احسب لك اياه لا تقلق على العلامه لا تمام شكرا لكن اقلق على شغله واحده انه كيف الطريقه اللي حليت فيها الكويز لازم تطور من مهارتك بحيث تكون سريع شويه هاي الفكره من الكويز وليش قبل الامتحان اجلته عشان اعطيك انديكيشن شو اللي بلاش تنصدم بالامتحان وبعدين تطلع العلامات في الشاشة لا بدك تكون مستعد اوكي هذا الكويز اعتبره ايش اعتبره زي زي ما بقولها شعله الاحتراق تاعتك البدايه عشان يكون عندك موتيفيشن تحل الاكزام بشكل كويس وتحاول تسرع يعني هو في وقت انا متاكد كل سؤال في وقت معاه زياده بس انا متعمد بدي عشان احثك تكون اسرع شويه في عمليه الحل. وانا متاكد انه على فكره في ناس جابوا علامات كامله كثير بالكويز هذا اللي بتشكو منه. صحيح في علامات متدنيه ولكن والله في ناس جايبين علامات كامله كثير. انا مستغرب يعني دكتور واحنا جبنا من علامات منيحه بس انه برضه تغلبنا يعني. مع... يعني, يعني انا باخر باخر جزء ثاني تنت كل شيء اه اتغلبت بس بالنهايه انت تعبت والتعب هذا مقدر مش راح يروح وهذا راح تستفيد منه بالامتحان باذن الله الله يعطيكم العافيه نلتقي المحاضره القادمه باذن الله وان اه شاء الله راح ارفع لكم الان المحاضره هاي عشان تستذكروها ونزلوا التشابتر هذا اللي هو الابديتد من الاي يعني. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله الله دكتور بسالك يعطيك العافية تفضل يا عم. دكتور عشان الاسايمنت لساته في وقت مجال احله آه الوقت انتهى تاع الاسايمنت انا راح اعطي اسايمنت اخرى وقلت في... دكتور لا ضلكيش هاك الهم الاسايمنت والكويزز الكويزز والاسايمنت راح يعطى مجموعه بنحسب اعلى علامات لك فيها وبالنهايه انا بدي ما بدي شيئين يعني كلهم بدي مجموعه والمجموعه اللي بدي هي افضل شيء. ماشي؟ دكتور بس اخر اسايمنت اخذناه انا ما كانش في وقت احكي لك عنه المحاضره الماضيه. اخر اسايمنت ما في شيء اسايمنت واحد اللي اعطيتها هو هو الاسايمنت اللي اعطيتنا اياه فكان متكون من سؤالين. نعم. السؤال الثاني كان فيه غلط اللي هي 3 باور 4. مالها؟ ليش؟ ليش؟ إنت, ليش؟ انت كنت حاطها 27 هي بالاصل المفروض تطلع 81 طيب هذا خطا بالطباعه يعني لانه هذا الجدول انت آه. بتكونه من البروجرام عادي جدا ما يكون قال هو كان لازم نطبقه على القانون احنا انت طبقه على القانون وهو آه. معك انا حليته على كل حال وبعثت لك اياه بس انه الاجابه 81 مش 27 اه طيب هاي بسيطه هاي مش مشكله بهمني البرنامج آه. من الموضوع كله آه آه. ما بتهمني وبعت... بيهمني بيهمني البرنامج البرنامج مش تغلو صح او طريقه صحيحه وسليمه هذا اللي بطلع عليه اوكي تمام تمام الله يعطيك العافيه الله